الدكتور جابر عبد الفتاح، استاذ جراحه المسالك البوليه واضطرابات التبول. اضطرابات التبول هي مجموعه من الاعراض اللي ممكن تصيب الرجال او السيدات او الاطفال. الاعراض دي ممكن تظهر في صوره كثره عدد مرات التبول اثناء النهار او اثناء الليل، صعوبه في التبول او احتباس بولي حاد او مزمن او سلس بولي. المريض ممكن يعاني من مرض او عرض واحد او ممكن يكون اكتر من عرض في نفس الوقت. الاعراض دي بتسببها امراض كتير عديده، منها امراض عضويه بتؤثر على الجهاز البولي او الجهاز التناسلي، او امراض بتؤثر على الجهاز العصبي او امراض نفسيه. الامراض العضويه اكثرها شيوعا عند الرجال هو تضخم البروستاتا، وعند السيدات هو سقوط المهبلي او سقوط الرحم او سقوط الشرج. بالنسبه للاطفال، العيوب الخلقيه اللي هي ممكن تؤثر على الجهاز البولي او الجهاز العصبي عند الطفل. الامراض اللي هي بتصيب الجهاز العصبي منها التهابات الجهاز العصبي، اصابات الجهاز العصبي الناتجه عن اصابات الحوادث او اورام الجهاز العصبي، او الانزلاق الغضروفي، نزيف المخ، جلطات المخ، شلل الرعاش، او الالزهايمر، او التهاب الاعصاب الطرفيه عند مرضى السكر. بالنسبه للامراض النفسيه، منها الاكتئاب او الوسواس القهري او القلق الشديد او التوتر الشديد. وايضا بعض الادويه اللي بتستخدم في علاج الامراض النفسيه ممكن يكون لها اثار جانبيه على الجهاز البولي وتسبب اضطرابات التبول. اضطرابات التبول بنفحصها بفحص اسمه ديناميكيه التبول. عندنا وحده لديناميكيه التبول في مستشفى اسكندريه للكلى والمسالك البوليه، جهزناها باحدث الاجهزه اللي هي بتساعدنا في التشخيص وبتساعدنا في اختيار العلاج الملائم لكل مريض، سواء كان علاج تحفظي او علاج جراحي. في النهاية إن إحنا يعني بنحاول إن إحنا نقدم خدمة مميزة ومتكاملة للمرضى.